وأنا محروق من الناس والله الذي لا إله غيره. أقول لك أنتم بتجيبوا أسماء الناس اللي هم نخليكم ما بتخلينا دار تعمل شنو؟ يعني والله بيننا وبينك أن نتوجه إلى الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى. زول يا أخي ركب البص إلقى ناس محمد موسى ولا عطالة ذيل بتاعنا النكات ذيل مين وعطالة يجيبون نكات، في واحد شايقي واحد جعلي واحد أبكر واحد منو، ما يخلي قبيلة يجيبها. والسفلة جماعة قاعدين تفرجوا ينبس ويجيب ويستفز القبائل والجماعة قاعدين ويجيب في النكات يضحكون. نحن نقوم لا بنصل جعلية ولا شايقية ولا هوسة ولا مغاربة ولا قبيلة، ولا بنصل قبيلة من القبائل، لأنه ده ما من ديننا، ديانة لله تعالى. عندنا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. بنجيف نتكلم ولا قبيلة ومنصلة نتكلم، نقول البرعي قال كذي، هو فعلا قال، لو ما قال معليش، ولو قال الكلام ده تحت السرير ونحن مرقناه معليش، هو قال وكتبه ونشره بين الناس. يعني لما نقول قال، هو قال الكلام ده ونشره بين الناس، نجي نقول الزول ده قال كذي، والله الخلق الكون قال كذي ضد كلام الزول ده، تشيلوا كلام منه يا ناس؟ يكوركوا فيك ولك ما لكم على الناس. وبتاع النكات ده رأيك في شنو؟ بتاع النكات ده ضحكك قبل شو، انت عشان ضحكة ترضى الكلام في الناس، ونحن عشان كلام بغضب الله سبحانه وتعالى دارين نرده، تزعل مننا؟ ولك الناس زول ما خلوا زول إلا جابوه، ما خلينا زول إلا جبناه، بنتلاقى قدام عند الله، عند الله سبحانه وتعالى. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والله نحن جاهزين للشكل هذه يوم القيامة إن شاء الله جاهزين، يفتن قيف بين يدي الله تعالى. ناس شالوا حق الله يا أخي، الله يا أخي بيخلق يقولوا كباشي بدي جنة، الله سبحانه وتعالى بيرزق يقولوا حجاب بتاع رزق، الله سبحانه وتعالى بيدفع الضر يقولوا حجاب بتاع سكين، الله سبحانه وتعالى بيعلم الغيب يقولوا قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ده ما حق الله شالوه؟ زول لو مرق الشارع لقى زول ماسك ابوه ودق بلواطه، بمسك في ابوه دق بلواطه، بيخليه بيمشي زاي؟ قول مالي ومال الناس، ولا بيملي يده وبيجيه الزول اللي بيشاكل في ابوه ده؟ انت زول بيسيء لي الله سبحانه وتعالى بتخليه زاي؟ ينبز الله الخلق الكون تخليه ساي؟ يشيلوا حق الله يا أخي. كتاب يا أخي بتاع الطبقات قالوا فيه صفحة 116 ديل الصوفية أعداء الله تعالى بملء الفيه، والله والناس ديل نبغضن. وكما نتقرب إلى الله بالحب في الله نتقرب إليه بالبغض في الله سبحانه وتعالى. نبغض الصوفية والإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والحزبيين بشتى أنواعهم ديانة لله تعالى. ناس يا أخي مرض، ناس الدين ما بهمهم، دين الله ما بهمهم، عشان واحد ياكل ويشرب ويغش النساوين يبيع الدين كله، والله الذي لا اله غيره. دارين يضيعوا الشباب ويضيعوا الامه، نخليهم نقعد نتفرج، والله ما نخليك شفت نكشفك ونبين حالك للراي العام عشان الناس دي تبقى احرار. دجالين يا اخي ركن، واحد ساوي له اوضه وبخور فقي بابلي، نحن شفت نردمك كذا لما قلبك يقيف من بابلي، وانا بجيب الرايحه، والشيخ ذاته رايح ما عارف الدرب بيوصل لي الله ما عارفه، كله هوس وبتاع مرض معلقين حجابات، تفتح الحجاب يقول لك من القران، تقول له اذا حجاب شنو؟ يقول لك محبه. ذول داري يحب لبيت وداري يلخبط معاه، بيتقرب بالقران؟ قران نزلوا له ذا؟ ذول دار البيت يقرب منها ويغشها، قالوا يا سوزو كيف أصبحتي؟ تمام يا حمودي. ديل باقي لك يلبسوا حجاب عشان يقربوا للشر ومن القرآن، من كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن جل الهدى ولا للضلال؟ قال تعالى إن أنا يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. دين الله تاباو تعكر مزاجنا يا أخي، غضب يا أخي، والله بقينا خايفين من عذاب الله، والله انا بركب العربيه بقول هسي يمكن تنزل حاجه هسي،
تاخذ كراك تلقى بيت متبرجه بجاي، تاخذ شل بيت مشغلين مسلسل، تمشي الحلاق يقرب يقطع عليك اذانك من الرقصه، اوك صرف النظر عني، طيب ما تشوف لك موضوع ثاني وتتصرفوا، يلا تشوف لك موضوع، تمشي تشرب عصير تلقى العطاله شغالين برضو، اوك اشكيك لرب الكون، تشكيه مالك معاه، تشكيه ليه؟ تمشي بغادي دار برضو دار تشتري لك قش، تلقى بتاع القش متعلق سماعه، عصيان الله سبحانه وتعالى، وشفت شوالات بتاعت معاصي شغاله ترفع الى الله سبحانه وتعالى، وهو حليم وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. يا انا اسي مشيت السامراء واسي الدروشاب البيت جاي الدكان بيت يمكن في ثانيه ثانيه ولا ثالثه بيت شابه ذات بيت مبهدله شكله ما اعرف الناس ذات اي شيء بقى يعجبون لخبطه ساي الولد جنبه ماشي وراه ويشاغل فيها قالت لي اه انت ماسوره ساي لما انا تكيفت ذاته اديه طوالي والى اخره والله الذي لا اله غيره ما تكلم لي في موضوع مهم كيفوني كونه ردمته قالت لي انت ماسوره ساي ودي من نفسي بتردم في كم شيء الزواج عشان تشوف الحاصل يا كل لخبطه يا اخ والله يحيرون ذاته تركب الحافله تلقاهم يتونسوا وتشمشموا زي الغنم يقربوا من بعض تشمشموا والله الذي لا اله غيره يا اخي معقوله يا اخي بلاوي يا اخي ناس يا اخي ومصائب ثقيله جدا تمشي اي محل تمشي الجامعات تقول ديل بيقروا يقروا وين ها وديل ملخبطيننا يا اخي مشينا بورسودان يا اخي لقينا الاولاد محننين في التخريج محننين اي واحد ما ادي يده للبيت وتحنن له قلت له انتوا والله وي انتوا شغلاتكم دي ما كويسه كلهم سفهاء والله الذي لا اله غيره فالموضوع ده طويل قال لك قال طبقات الاولياء على ثلاثه اقسام قال صغرى ووسطى وكبرى قال فالصغرى ان يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات وده كفر بالله تعالى ننطق بالغيب غيب ده قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون قال الوسطى ان يعطيه الله الدرجه الكونيه حيث يقول للشيء كن فيكون قال وهذا مقام دفع الله ولديه ده بيقول ليش يكون فيكون باقي لك في صوفي بيقول ليش يكون فيكون ونحن قاعدين نحن هم محروقين مننا انت بتقول ليش يكون فيكون ونحن قاعدين ليه ما تقول لنا كون واقشه انت خلينا ليه لاسي والله قال الكبرى قال القطبانيه وقال الشيخ بلل وده اسمه بلل ده باقي لك بخوش معانا واسمه بلل قال وقال الشيخ بلل الشيب ولد الطالب قال شنو اسم ابوي دفع الله هو اسم الله الاعظم يا ناس والله الذي لا اله غيره لان في خطر والله والدعاة الى الله يشتغلوا دعوه والناس تبلغ في كل مكان والناس تردم الجماعه ديل دعاة الشرك تديهم حقهم بالصدام طوالي دعاة الحزبيه ما تريحهم تديهم طوالي ما تقول ديل تديهم طوالي ديل الناس مرض واقفين لنا عثره والله حجر عثره في الدعوه الى الله تعالى ناس مرض يا اخي ميكروفونات تسمع البلد تقف تتكلم يقفلوا منك ولكن احنا عندنا مؤسسات واعدين واحد هناك في الرفاعه قال عندنا مؤسسات وبتجي انت من هناك اوك تسوي لنا مشاكل وتمش كلهم مرض يا اخي بتاعهم بلاوي يا اخي شغالين كلك حلو مع الصوفيه يا اخي مع الاخوان المسلمين شغالين بجاي مع حزب الامه تكلموا برضه يشكروا فيهم كلها هوس خدعوا الناس والذي رفع السماء خدعوا الامه تخش الاذاعه تلقى محمد الامين شغال تمرض في البلد دي يا اخي براهم قالوا زي ديك العده ما شفتها عشان ما تقول لي انتوا بتتنبزوا كذا برا معاهم قال كلهم سفله وكلهم هوس ومرض وهل بدع وكلهم اعداء لهذه الدعوه كلام ده ما تشوفه كلام غضب ساي والله الذي رفع السماء والله بيسالون اذا ما تابوا الله سبحانه وتعالى بيسالون الا ان يتجاوز لكن في نهايه المطاف هم على خطر قال تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وهذه رساله تصل لاي حزب اذا مد الله في الاجال
كان متنا ترى واشكروا الله قولوا ارتحنا، لكن حيين كذي أبشر طوالي كشف تقيل الحرك كن ده ما بنقيف منه، لأنه أهل بدع وأهل ضلال، ولأنكم بالدار الحق هذا واضح تدسوه، والدار أهل الباطل تميعوا الدين، وده دين الله شريف. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نحن نبزونا قالوا للرسل تعني بدرنا شنو ننشر الدين ده ونجتهد في طاعة الله، في شباب إن شاء الله فيهم خير بيستقيموا، فالناس توحد الله وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم وشوق الدرب. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله.